السلام عليكم طلاب. طبعا بالبداية خلني ننسق برنامج الفوتوشوب، فتقدر أحجز لك هذا البرنامج إذا تريد تحب تستخدمه على فلاش أو على قرص فهو موجود. بالبداية تفتح هذا الفوتوشوب كولكشن، طبعا تقدر تنصب فرضا 2019 2018 2021. خلينا ننصب هذه النسخة اللي هي 2019، طبعا تلاحظ هنا دعم من الكتابة العربية. خلينا ننصب هذا اللي هو سيت اب، نضغط عليه، نضغط عليه مرتين، طبعا نختار وين تريد يعجبك تنصبه، راح نختار هذا المسار ما عندي مشكلة. اوكي، هسه راح ننتظر. المفروض يعني يبدأ بالتنصيب ومجرد الضغط على اوكي وننتظر. نلاحظ انه بدأ التنصيب، تلاحظ انه على سيت اب بدأ البرنامج بالتنصيب وننتظر الى ان يكمل. طبعا بعض الاحيان لاحظ هنا يعطيك رساله يقول بانه التنصيب لم يكتمل لان يحتوي على فيروس. طبعا هذه الرساله غير حقيقيه والسبب او لربما يعتبر هذا البرنامج هو فيروس، فلازم شو نسوي؟ لازم نوقف الانتي فيروس. لذلك راح نضغط عليه اوكي ماكو مشكله. ليش؟ لان انا مفعل شنو هنا عندك، وكذلك انت هم بالتاكيد مفعل الانتي فيروس اللي هو هذا موجود داخل الحاسبه. لاحظ هنا موجود هذا يكون مفعل ونشط في حاليا، فلذلك لازم شو نسوي؟ لازم نوقفه. لاحظ هنا وياه، فلازم نوقف من هذا الانتي فيروس حتى شنو؟ حتى نتمكن من تنصيب البرامج. فحتى نوقفه نسوي نغير هذه الاعدادات، نروح على المانج سيتنجز الإعدادات، هذا يظهر لنا Real Time Protection، فنوقفه بس هذه أهمية، هذه أهمية نوقفه Temporary Protection نوقفه، أتوقع تلاحظ هنا بس إذا تلاحظ هذا موجود عليه علامة الإكس يعني نتوقف. فنرجع نفتح البرنامج مرة ثانية يعني ننصبه مرة ثانية ونشوف حتى لا تنسى البرنامج قبله، وننتظر نفس الحالة كما بالخطوة السابقة، ننتظر التنصيب. نحو أنه بدأ التنصيب، كان لاحظ أنه يكمل التنصيب أو بنفس الحالة يمكن أن نفس الرسالة بعد ما وقفنا الأنتي فايروس. إذا لاحظ هنا إذا ما بدي كل مشكلة تعدى هذه الخطوة اللي هي الخطوة المهمة، لأن مثل ما ذكرت إنه بسبب الأنتي فايروس، فإحنا راح نقول أنستون نكمل هذه. بدأت هي التنصيب أو تكمل تنصيب هذه اللايبراريز مثل مايكروسوفت فيجوال سي بلس بلس، راح يبدأ ينصبه. إذن لاحظ طلع عندي هذه الرسالة اللي هي نختار اللغة، طبعا هذا يعني نختار اللغة اللي نختار خلينا اللغة الإنجليزية. أوكي هذا اللغة الإنجليزية. طبعا عندك أيضا إنجليش يدعم اللغة العربية، إذا تختار هذه أيضا ممكن تختار هذه. لوكيشن المكان طبعا خليه ديفولت لوكيشن، طبعا هذا تقدر يعني تلقيه فقط باللغة الإنجليزية ماكو مشكلة، أو أنت حسب اللي تريده، طبعا الآن فقط خليه إنجليزي وعربي بالإضافة الآخر. فنضغط على شنو؟ على كونتينيو استمرار. لاحظ أن هذه بدأ بالتنصيب، بدأ وصل 13%، فننتظر راح يصير الريكوردينج
انتظر أنه يكمل التعصيب. لاحظ ظهرت عندي هاي رسالة لـ Mr. Lahr has finished work، يعني تمت عملية التنصيب. فنضغط أوكي. أوكي، إذا من حد ما يعني أنه عملية التنصيب تمت بنجاح. فننتظر نشوف النتائج. هسه نضغط على، يعني هسه المفروض أنه التنصيب تم. فلذلك راح شو نسوي؟ exit خروج، راح نخرج من هذا، نغلق هذه النافذة. هسه ننتظر شنو؟ ننتظر تكمل عملية التنفيذ أو عملية التنصيب. هسه تمام. لاحظ كيف تحس هذا القامة، قامة الستارت. بعد هذه تعرف شلون تحط قامة وتنتقل إلى الأدوب. لاحظ هذا أول واحد اللي هو اسمه بي اس أدوب فوتوشوب 2019. نضغط عليه. لاحظ هنا راح يفتح عملية المفروض. إذن لاحظ هذه الواجهة اللي هي واجهة البرنامج. هذه هي واجهة البرنامج. لاحظ هذه هي واجهة البرنامج. إذن هذه هي الخطوة الأولى من عملية تنصيب البرنامج. فهذه ضرورية أنه كل طالب يأديها، ينصب البرنامج على الحاسب ومفتاح. فنصب البرنامج. لو أي أحد عنده سؤال عنده استفسار خليه يدزلي.